السلام عليكم يا دكاترة. النهاردة ان شاء الله بقى مكملين في اللاب ميديسن في جزئية المتبقية في محاضرة الأورجان فانكشن تيست او وظائف الاعضاء. اتكلمنا امبارح على الكيدني فانكشن تيست واتكلمنا كمان على الكاردياك ماركرز. النهاردة هنتكلم على الليفر فانكشن تيست او وظائف الكبد. هنبتدي الليكشر دي بكيس سيناريو كده، تمام؟ هتبين لنا ايه اللي حصل بالظبط ونخش منها على تحاليل الكبد او وظائف الكبد. في النص بس هطلع على السبورة اشرح جزئية فيسيولوجي كده، تمام، خاصة بالليفر عشان نفهم وظائف الكبد. بيقولك 5 year old child has flu-like picture، يعني جاي باحتقان في الانف وراينوريا وكده، ما بياكلش كويس، reduced appetite, nausea, vomiting, وهيز ماذر نوتس ذا يلوش ديسكالريشن اوف ذا سكليرا اند دارك يو. مامته او امه لاحظت عليه ان لون عينيه اصفر وكمان لون البول بقى غامق او دارك يوري. اون اكزامينيشن هي هاز لو جريد فيفر و تندرنس اون الرايت هايبوكوندريم او الرايت ابر كوادرانت، عنده وجع تمام في منطقه الرايت هايبوكوندريم او الرايت ابر كوادرانت مكان الكبد تقريبا، تمام، غير ان العيان لونه اصفر وده من علامات فشل الكبد، او داركنس حصل يلوش ديسكالريشن في السكلير. الكلينيشن اسكد، الطبيب طلب وظائف كبد وطلب تحليل بول عشان يشوف التشخيص ايه بالظبط، تمام. التشايلد كان ريزيستنت شويه للبلاد سامبل، كان رافض عيان الطفل بقى 5 سنين فهتسحب منه عينه فبيبقى صعب شويه، فالنيرس خدت وقت اطول في سحب العينه في وجود الترونيكي، تمام، اللي هي السداده اللي بنربطها حوالين الدراع لما اجي اسحب عينه وريديه، فهي ثابت الترونيكي فتره طويله شويه. وبعد كده سحبت العينه على انبوبه ناشفه بلين تيوب وسحبت السيرم، تمام، او فصلنا السيرم اللي هو البلازما عشان نحلل وظائف الكبد. وظائف الكبد ايه هي بقى؟ هنعرف دلوقتي وظائف الكبد ايه هي. بس اول حاجه طلبنا الالبيومين، الالبيومين طلع 5.5 جرام بير ديسي لتر في حين ان الطبيعي من 3.5 ل 5، فهو على الهاي نورمال او اعلى من الطبيعي، وده ليه سبب، ده حصل بسبب معين. السيرم بيليروبين توتال وسيرم بيليروبين دايركت، هنعرف ان في نوعين من البيليروبين دلوقتي. لو بصيت البيليروبين اب تو 1 النورمال طلع 5.3 فهو زايد، وكمان الدايركت بيليروبين 2 ملي جرام بير ديسي لتر في حين ان الطبيعي 1. الاي ال تي والاي اس تي والالكالاين فوسفاتيز اللي هي انزيمات الكبد، تمام، الاي ال تي طلع 1000 في حين ان الطبيعي 40، الاي اس تي طلع 1020 في حين ان الطبيعي 45، الالكالاين فوسفاتيز طلع 28، تمام. الاي ال تي والاي اس تي بيتقاسوا باليونت يونت بير لتر، لكن الالكالاين فوسفاتيز الوحده بتاعته حاجه اسمها كي اي اس او كيم ارمسترونج يونت، العالم اسم العالم اللي سماها باسمه، طلع 28 في حين ان الطبيعي اب تو 13. تحليل البول طلع ان في بيليروبين، البيليروبين مش طبيعي ان هو ينزل في اليورين، ففي بيليروبين وفي صبغه اخرى اسمها يورو بايلينوجين، ودي نتيجه بتتحول من البيليروبين، يعني البيليروبين بيتحول للصبغه دي والصبغه دي بتنزل في اليورين، فطلع ان في كميه كبيره من الصبغه. اول حاجه هنسالك عليها هو ليه الالبيومين طلع عالي؟ يعني الكبد واضح كده ان هو اتاثر، يعني انزيمات الكبد عاليه جدا في السماء الافات، تمام، البيليروبين عالي، تمام، فمعنى كده ان في ليفر دامج والطفل ده عنده اكيوت هيباتايتس، عنده التهاب حاد في الكبد، وهتاخدوا الموضوع ده بالتفصيل الاكيوت والكرونيك والليفر ثلفيليا السمستر الجاي في الهيباتولوجي. طيب فواضح ان الطفل ده عنده اكيوت هيباتايتس، التحاليل بتقول كده، ازاي الالبيومين يبقى عالي؟ الالبيومين ده بيطلع من الكبد، ده اهم بلازما بروتين زي ما قلنا قبل كده، وبيطلع من الليفر سينسيسايزد باي ذا ليفر. فالفكره كلها 5.5 ده رقم كبير، اذا كان المفترض يطلع قليل ده الكبد اتاثر، تمام. هو مبدئيا في الاكيوت ما بيلحقش يقل، يعني الكرونيك لو في مرض في الكبد مزمن ده اللي هيقلل الالبيومين، لكن لو في مرض في الكبد حاد الالبيومين، تمام، الهاف لايف بتاعته في الدم تقريبا 12 ل 14 يوم، بيطول قوي فمش هيقع على طول، دي حاجه. الحاجه الثانيه هو ليه عالي بقى؟ اللي زود الالبيومين هنا البرولونج الترونيكي،
يعني لما التورنيكي تتساب فترة طويلة تمام حوالين الدراع ده ممكن يعلي البروتين، وده اللي حصل. طيب فالديسكشن بتاعنا الطفل تشخيصه he has acute hepatitis، ده واضح في صورة ان في ماركت اليفيشن في الاي ال تي والاي اس تي عاليين قوي، و كنت هعطس بس، والالكالين فوسفاتيز كان عالي كمان، البيليروبين توتال ودايركت عالي، الالبيومين الاليفيشن او ارتفاع الالبيومين ده فولت، ده خطا ناتج من البرولونجد ابلكيشن للترونيكي. طبعا دورنا بعد كده ندور سبب التهاب او الكوز، يعني هو دلوقتي انا شخصت ان هو عنده التهاب حد في الكبد، الانزيمات عاليه والصفره عاليه تمام، لازم ادور على السبب، واشهر حاجه الفيروسات الكبديه اللي هو هيباتيتس اي وبي وسي، فبطلب فيرال سكرين تمام، بطلب على طول تحليل فيروسات عشان اعرف تمام ايه سبب الهيباتيتس اللي حصل ده. طيب هناخد دلوقتي بقى الليفر فانكشن تيست ونفهمها، بس قبل ما ناخدها هشرح حاجه كده بسيطه هتساعدنا ان احنا نفهم التحاليل دي. طيب بصوا يا دكاتره، انا عندي الليفر ده تمام، مبدئيا ده الليفر اهو، الليفر ده ليه وظائف تصنيعية، بيصنع، يعني الليفر ده بيصنع شوية حاجات تمام، فدي بنسميها وظيفة السينسيسيس التصنيع، بيصنع ايه؟ بيصنع ألبيومين، وكل تقريبا البروتينات اللي في الدم بتصنع في الكبد، فهو انا محتاج ان انا اقيم دايما تمام، عشان اقيم وظيفة الكبد دايما لازم اطلب ألبيومين، ادي اول حاجة. حاجة تانية بيصنع كمان تمام coagulation factors، coagulation factors تمام، coagulation factors اللي هو عوامل التجلط، بيصنع كل عوامل التجلط زي ما انا قلت ما عدا فاكتور 8 تمام. طيب والفونفليبراند دول بيصنعوا في الوعاء الدموي، فانا ممكن اقيم الكواجيوليشن فاكتور زي ما قلنا في امراض الدم قبل كده بالبروثرومبين تايم تمام، البروثرومبين تايم هلاقيه زايد قوي لو في مشكله في الكبد، وكذلك الالبيومين هيقل قوي برضو لو في مشكله مزمنه في الكبد. طيب كويس، في كمان بيصنع شويه حاجات، يعني في انزيمات بيصنعها تمام، او في انزيمز هنقولها دلوقتي، بس هنقسم يعني انزيمات الكبد هتكلم عليها لوحدها. طيب يبقى احنا وظيفة التصنيع بيصنع البيومين وبلازما بروتينز وبيصنع كواجيوليشن فاكتور، ده مهم قوي الكلام ده. طيب ليه وظيفة تانية اللي هي وظيفة اخراجية اكسكريتوري، يعني الكبد ده ليه وظيفة اخراجية كمان، بيتخلص من بعض السموم وبيتخلص من الادوية اللي احنا بناخدها، معظمها بيحصل لها ميتابوليزم في الليفر، بيتخلص من كل التوكسينز عن طريق الليفر ده. طيب وبيتخلص وبيعمل اكسكريشن لحاجات تانية كمان. طيب انا عايز اعرف حدوتة كده مهمة خاصة بالاكسكريتوري فانكشن بتاع الليفر، بس هرسم هكمل الرسمة. يعني المفترض يا جماعة ان في الار بي سيز او كرات الدم الحمراء دي بعد 120 يوم بتتكسر، اول ما تتكسر بيطلع منها جزء الهيموجلوبين اللي هو هيموجلوبين، جزء الهيموجلوبين ده يا جماعه جزئين، جزء اسمه هيم وجزء اسمه جلوبين، هنشرح الحته دي بالتفصيل بعد كده في الكبد. الهيم ده بيتحول لصبغه اسمها البيليروبين، بيتحول لصبغه اسمها البيليروبين تمام، الصبغه دي تمام بتمشي وتروح تدخل الكبد، في بروتين كده بيساعدها عشان يدخلها الكبد، وهو لسه في الدم او البيليروبين الناتج من تكسير الار بي سيز اللي سرح في الدم ده اسمه اندايركت او بيسموه انكونجيوجيتد، بنسميه انكونجيوجيتد او اندايركت تمام، ده اول نوع في البيليروبين اللي هو الانكونجيو اللي هو مش ماسك في حاجه تمام، ده نتيجه تحول الهيم تمام، الهيم جلوبين، الهيم ده بيتحول ل سالو ميتابوليزم وتحول لبيليروبين في الدم، ده اسمه اندايركت او انكونجوجيتد، وبعد كده يتشقط الكبد يشقطه عن طريق بروتين معين، والبيليروبين ده يتحول جوه في الكبد عن طريق انزيم معين اسمه جلوكرونايل ترانسفيريز ويبقى كونجوجيتد بيليروبين. يبقى الكبد حول الاندايركت الى دايركت او بيسموه كونجوجيتد
لانه بقى كونجيوجيتد معاه او اتضاف عليه ماده اسمها جلوكيورونيك اسيد، فده بنسميه كونجيوجيتد بيلروبين. وبعد كده الكونجيوجيتد بيلروبين ده بيتزق في الكبد بقى، بيتخلص منه وهينزله في الانتستين. طب تعالى نكمل الرسمه كده. ادي يا باشا الليفر اهو، تمام الليفر اهو تمام، وانا عندي هنا خارج من الليفر من الرايت لوب بتاع الليفر، الليفر ليه تو لوبس، فصين رايت لوب وليفت لوب، ففي رايت هيباتيك داكت وليفت هيباتيك داكت بيتحدوا ويعملوا حاجه اسمها كومون هيباتيك داكت. هتاخدوا الكلام ده برضو بعد كده في الجراحه. المهم خدتوه في الاناتومي المفترض. الكومون هيباتيك داكت بتتحد مع حاجه اسمها السيستيك داكت. السيستيك داكت تمام، دي اللي موصله بالجول بلادر، دي الجول بلادر. طيب تبقى تحت الليفر، نايمه في حضن الليفر كده، وتعمل حاجه اتحاد السيستيك داكت مع الكومون هيباتيك داكت يعمل لك الكومون بايل داكت، يعمل لك الكومون بايل داكت. الكومون بايل داكت دي في ايه اللي يحصل فيها بقى؟ تفضل نازله 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 لغايه ما تفتح في الانتستين. الانتستين تحديدا بتفتح في الديودينم، في السكند بارت اوف ذا ديودينم اهو، ده الديودينم اهي اللي هي شبه حرف السي دي، وبيفتح فيها الكومون بايل داكت بالمنظر ده تمام. الكونجيوجيتد بيلروبين الكبد بقى بيعمل اكسكريشن لمواد كتير في القنوات المراريه دي، يعني دي الوظيفه الاخراجيه بتاعته. بيزق اول حاجه الصبغه اللي اسمها كونجيوجيتد بيلروبين تمام، ادي اول حاجه. طيب الحاجه الثانيه بيزق كمان تمام حاجه اسمها البايل فولت والبايل اسيدز، دي مهمه لامتصاص الدهون، بيزق البايل فولت والبايل اسيدز تمام، بيزقها برضو في القنوات المراريه مع الصبغه دي، يعني بيزق بيليروبين بيتخلص من البيليروبين البايل اسيدز تمام والبايل فولت، البايل اسيدز كمان والبايل فولت، فهو بيتخلص من كل ده تمام في القنوات عن طريق القنوات المراريه. كل ده بيتزق تمام في الكومن بايل داكت لغايه لما يوصل للانتست. فانا ممكن اقيس دول في الدم، يعني ممكن اقيس الثلاث حاجات دول، البيليروبين والبايل سولت والبايل اسيدز. وطبعا لو في مشكله في الكبد او في او في قفله في القنوات المراريه ده هيعلي الثلاثه، ده هيعلي تمام الثلاث ماركرز دول، البيليروبين والبايل سولت والبايل اسيد. يبقى دكاتره ده ملخص تمام الاكسكريتوري فانكشن بتاع الكبد، انه اهم حاجه ان هو بيتخلص من البيليروبين. فاحد التحاليل المهمه اللي بنطلبها في مريض الكبد بالاضافه الى الالبيومين والبروثرومبين تايم تحاليل الاخراج اللي هي البيليروبين تمام. طيب كويس قوي، تعال نشوف بقى تمام قصه ثانيه، هو ايه اللي يعلي البيليروبين؟ خلينا على نفس الرسم، ايه اللي يخلي البيليروبين عالي تمام؟ يعني انا دلوقتي طلبت بيليروبين لقيته عالي. البيليروبين ده نوعين، الاول نوع اندايركت او نوع انكونجيوجيتد، ونوع الثاني الدايركت اللي هو الكونجيوجيتد. في معلومه عايز اقولها بس، الاندايركت اللي هو الانكونجيوجيتد ده تمام نوت ووتر سوليبل، ما بينزلش في البول، ما بيدوبش في الميه، لكن الكونجيوجيتد ده ووتر سوليبل، ده بيدوب في الميه فبينزل في اليورين عادي تمام. يبقى الدايركت ينزل في اليورين، الاندايركت ما ينزلش في اليورين. الطفل ده احنا لقينا فيه بيليروبين في اليورين، ده من النوع الكونجيوجيتد، من النوع الدايركت، وده اللي زاد اكتر في الطفل ده. طيب البيليروبين يا جماعه بقى لما نلاقيه زايد، تعال نشوف السلايد دي كده، يعني ايه انا لقيت البيليروبين ده زايد تمام، اللي هو التوتال بيليروبين الكميه كلها. لما الاقي البيليروبين زايد ده معناه حاجه من ثلاثه حصل تمام، لا مشكله هيموليسيس، في تكسير في كرات الدم الحمراء اللي هي الهيموليتيك انيمياز، الدم الار بي سيز بتتكسر قبل 120 يوم، بتتكسر بسرعه، فده هيعلي تمام الاندايركت بيليروبين تحديدا اللي هو اللي لسه مش كونجيوجيتد، وهيعلي طبعا التوتال تمام، وهيعلي التوتال بيليروبين اكيد تمام. يبقى هيعلي الاندايركت بيليروبين، هيعلي الاندايركت اللي هو لسه ما دخلش الكبد تمام.
لان المنتج البيليروبين اللي طالع من ناتج من تكسير الار بي سيز بيبقى اندايركت بيليروبين. طيب او ممكن تبقى المشكله في الكبد في الليفر نفسه، اي بقى مشكله في الكبد تمام، سواء مشكله الانزيم مش موجود تمام اللي هو اللي بيحول اللي هو بيعمل كونجيوجيشن، سواء الكبد نفسه باظ، سواء في التهابات، سواء في ورم، اي مشكله في الكبد هتعلي لك البيليروبين، وعشان كده هو جزء من تحليل الكبد. طيب وبتعلي الاثنين غالبا، بتعلي الدايركت تمام وبتعلي الاندايركت، بتعلي الاثنين، بتعلي اللي هو الكونجيوجيتد والنوت كونجيوجيتد تمام. طيب او في ممكن يكون الكبد سليم بس في اوبستراكشن. اوبستراكشن فين؟ في القنوات المراريه، بنسميها اوبستراكتيف جوندس تمام. جوندس ده اللي هو الصفار تمام، اللي هو زياده البيليروبين، ده بنسميه اوبستراكتيف جوندس، وده بيبقى فيه مشكله تمام في القنوات المراريه تمام، سواء القنوات المراريه اللي هي جوه الكبد اللي هو انترا هيباتيك، في حاجه قافله القنوات المراريه، او القنوات المراريه اللي هي بره الكبد تمام. القنوات المراريه اللي هو جوه الكبد زي زي الرايت هيباتيك والليفت هيباتيك، وكمان بيبقى فيه تفرعات صغيره تمام، يعني القنوات المراريه دي لها تفرعات صغيره في الكبد جوه الكبد، فممكن يبقى فيه قفل على مستوى جوه الكبد او قفل على مستوى القنوات المراريه اللي هي بره الكبد اللي هي الكومون بايل داكت، الكومون هيباتيك، الحاجات دي. فده انت البيليروبين يعلى تمام، وانتوا عارفين تمام المشكله لا هيموليسيس لا ليفر لا مشكله اوبستراكشن. جميل، كويس قوي. احنا يفرق معانا بقى ان احنا عندنا في نوعين من الجوندس، في نوعين من الصفر او من زياده البيليروبين. نوع اسمه انكونجيوجيتد اللي هو ايه اللي زاد تمام، اللي هو الاندايركت او الانكونجيوجيتد، وده معناه هيموليسيس، ده معناه هيموليس او نقص في الانزيم اللي جوه الكبد تمام، اللي بمسؤول عن الكونجيوجيشن، يعني نقص الانزيم اللي اسمه الجلوكيرونايل ترانسفيريز اللي بيحول الاندايركت الدايركت بيليروبين او الانكونجيوجيتد لكونجيوجيتد، ده قليل، وده مرض وراثي اسمه جيلبرت، ومرض اليف يعني تمام. العين كل فتره يجي له ايه، يجي له يصفر كده، خصوصا في شهر رمضان مع الصيام، يعني هو بيزيد قوي، الصفرة بتظهر قوي في الصيام، ده اسمه مرض جيلبرت تمام. ده بيبقى نقص في الانزيم اللي بيحول الانكونجيوجيتد لكونجيوجيتد، ده اللي بيزود الاندايركت بيليروبين، وده مش موضوعنا النهارده تمام. الحاله بتاعتنا اللي هو الكونجيوجيتد بيليروبين تمام، ايه اللي يزود الكونجيوجيتد بيليروبين، ايه اللي يخلي النوع الدايركت يزيد تمام، اللي يخلي النوع الدايركت يزيد حاجه مشهوره قوي يا جماعه، مشاكل الليفر، الليفر ديزيزز تمام، دي تخلي الدايركت يزيد اللي هو الكونجيوجيت الكبد تمام، في مشكله فالبيليروبين اتحول اه في الكبد، بس من الكبد مش عارف يزقه في القنوات المراريه، فمشاكل الكبد وامراض الكبد ممكن تزود، بتزود الكونجيوجيت تمام. الحاجه الثانيه تمام الاوبستراكشن، لو في قفله في القنوات المراريه زي ما قلت لكم، سواء قفله بره الكبد او جوه الكبد، ده برضو تزود الكونجيوجيتد بيليروبين. يبقى في نوعين من البيليروبين تمام، الانكونجيوجيتد والكونجيوجيتد، يعني احنا يفرق معانا جدا انهي نوع زاد، لان انا هعرف المشكله تمام من خلال انهي نوع زاد، يعني ما اطلبش التوتال بيليروبين وخلاص، لا التوتال بيليروبين تمام والديفرنشال بتاعه، انهي نوع زاد اكتر؟ هو التوتال زاد اه، بس الدايركت اللي زاد ولا الاندايركت اللي زاد؟ ده يفرق معانا عشان اوصل لتشخيص. كويس قوي، حلو جدا. في نوع بقى اخير اسمه الدلتا بيليروبين، اه عايزين نتكلم على الدلتا بيليروبين ده تمام، بيجي ام سي كيو. الدلتا بيليروبين ده قصته ايه بقى؟ ده هما تلات انواع كده تمام، في انكونجيوجيتد وفي كونجيوجيتد. الكونجيوجيتد ده تمام اللي هو حصل له كونجيوجيشن خلاص، اتحول في الكبد من اندايركت لدايركت، ده اسمه كونجيوجيتد. ده كونجيوجيتد بيليروبين بس باوند ماسك في ايه؟ في البيومين، بيمسك في الالبيومين تمام.
فده بقى اسمه دلتا بيليروبين. يبقى الدلتا بيليروبين هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن دايركت بيليروبين او كونجيوجيتد بيليروبين بس ماسك في الالبيوم. تمام؟ ده بيحصل ساعات. بيحصل في ايه؟ في حالات الاوبستراكشن بالذات. يعني لو في قفلة في القنوات المرارية، تمام؟ في قفلة في القنوات الكونجيوجيتد بيليروبين ده بيرد تاني في الدم، ما هو مش عارف يعدي. يعني الرسمة اهي اللي احنا رسمناها، تمام؟ يعني البيليروبين بيتزق في القنوات المرارية. طب انا عندي هنا مثلا ساي في حصوة، في حصوة كومون جولستون، كان في حصوة في القناة في المرارة واتنطرت وقفت في الكومون بايل داكت فسدت القنوات المرارية، فالبيليروبين مش عارف ينزل، فبيحصل له ايه؟ بيرد تاني في البلد، بيرد تاني في الدم، بيروح الدم. فلما يروح الدم يلاقي فيه الالبيومين يمسك فيه، بقى اسمه دلتا بيليروبين. طيب احنا بنقول الدلتا بيليروبين ده ليه؟ تمام؟ لان يا جماعه المريض اللي عنده حصوه في القناه المراريه دخل عمل منظار في البطنه وشالوا له الحصوه، تمام؟ والمريض بقى كويس، يعني الصفره ابتدت اللي في لون الجلد ابتدى يتحسن وخلاص احنا عالجنا الاوبستراكشن، استيل البيليروبين عالي. يعني استيل البيليروبين عالي، نيجي نعمل له نشوف البيليروبين في الدم السيرم بيليروبين نلاقيه عالي. يعني بعد ما عالجته الاوبستراكشن دي خلاص دخل منظار وشال الحصوه، تمام؟ فلما شلنا الحصوه المفترض الاوبستراكشن يتحسن خلاص، فالبيليروبين ينزل؟ لا ما بينزلش، تمام؟ ما بينزلش ليه؟ لان في حاجه اسمها دلتا بيليروبين. في حاجه اسمها ايه؟ دلتا بيليروبين. الدلتا بيليروبين دي بتعلي، ده احد البيليروبينز اللي في الدم اللي هو الكونجيوجيتد اللي ماسك في الالبيومين، هيعلي لك السيرم. يعني تيجي تعمل له تحليل بعد ما المنظار وبعد ما شلت الحصوه تلاقي لسه البيليروبين عالي، فتقول لا ده لسه الدنيا ما فكتش، لا ده لسه عاملين له منظار والدنيا شفنا ان البايل بتنزل والدنيا تمام. يعني العصاره، تمام، الصفراويه دي اللي هي البايل اللي الكبد بيزقها في القنوات المراريه اللي بتحتوي على بيليروبين وبايل اسيد وبايل فولت، احنا شفنا في المنظار ان هي نازله كويس بعد ما فكنا الاوبستراكشن، بس ستيل التحليل عالي. ده معناه ان العين ده فيه دلتا بيليروبين كتير. طيب لان الماده دي يا جماعه الدلتا بيليروبين ده ولا بينزل في اليورين ولا بينزل في الايه، يعني الجسم ما بيتخلصش منه بسهوله، ده بيقعد في الدم 14 يوم. يعني الدلتا بيليروبين ده الهاف لايف بتاعه، تمام، 14 يوم، تخيل، لانه ماسك في الالبيومين. ما هو الالبيومين بيقعد في الدم 14 يوم وبعد كده يتكسر، هو ماسك فيه فبيفضل، تمام، مطول قوي في الدم فيعلي، تمام، السيرم. في حين لو انت جيت مثلا تعمله تحليل بول هتلاقي اصلا تحليل البول مفيش، ما عادش فيه بيليروبين خلاص، لان المريض اتحسن واحنا فكنا له الاوبستراكشن او شلنا الحصوه اللي كانت سد القنوات المراريه، بس ستيل التحليل عالي عشان الدلتا بيليروبين عالي. والدلتا بيليروبين ده ماده ما بتقلقناش لانها نون توكسيك، هو بيليروبين ماسك في البيومين فطول في الدم شويه، ممكن يقعد اب تو 14 يوم لسه عاد تحليل الصفرة عالي، في حين ان المريض بقى كويس. يعني انت فكيت القفله ويفضل تحليل الصفرة عالي، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان المريض ده عنده دلتا بيليروبين. طيب اخر حاجه قبل ما ارجع للورق بقى، يعني احنا قلنا قسمنا تحاليل الكبد دلوقتي الى وظيفه تصنيع، فبنقيس الالبيومين وبنقيس عوامل التجلط بتحليل اسمه البروثرومبين تايب، وده انا شرحته قبل كده. في كمان تقييم للوظائف الاخراجيه اهمهم البيليروبين، ولازم تطلب بيليروبين توتال وديفرنشال، يعني تشوف ايه اللي زايد، الاندايركت اللي زايد يبقى ده هيموليسيس اللي هو الانكونجيوجيتد، ولا الدايركت اللي زايد فدي مشكله في الكبد او مشكله في القنوات المراريه. طيب في بقى الانزيمات، الانزيمز، في انزيمات، تمام، بتطلع من خلال الكبد. الانزيمات دي، في انزيمات بتطلع من، تمام، الهيباتوسايتس، تمام، الهيباتوسايتس اللي هي الخلايا الكبد اللي بتصنع كل حاجه، الخلايا الرئيسيه، وفي خلايا تانية اسمها كولانجيوسايتس. كولانجيوسايتس دي خلايا تانية في الكبد، بس دي الخلايا اللي بتبطن القنوات المراريه، يعني القنوات المراريه دي متبطنه بكولانجيوسايتس. الهيباتوسايتس دي اللي هي الخلايا الرئيسيه اللي في الكبد دي، لو في هيباتوسايت انجري، يعني لو في مشكله في الكبد وحصل انجري للهيباتوسايتس زي الواد اللي احنا
عنده اكيوت هيباتايتس ده هتلاقي الانزيمات اللي زادت الاي ال تي والاي اس تي، دي انزيمات بتطلع من الهيباتوسايتس، فلو في هيباتوسايت انجري هتلاقي الاي ال تي والاي اس تي عاليين. طب لو في مشكله في القنوات المراريه زي الاوبستراكشن، لو في قفله في القنوات المراريه، لا اسم تاني يعني اللغه الطبيه الدارجه اسمه الكوليستيزيس، ده الاسم العلمي بتاع كوليستيزيس، يعني في قفله في القنوات المراريه. طيب ده بيعلي انزيمات تانية، حاجه اسمها الالكالين فوسفاتيز، تمام، وحاجه تانية اسمها الجاما جلوتاميل ترانسفيريز اللي هو جي جي تي. يبقى في اربع انزيمات بيطلعوا من الكبد، يا ساتر، اتنين تمام الاي ال تي والاي اس تي دول بيطلعوا من الهيباتوسايتس، والكولانجيوسايتس تمام بيطلع منها الالكالين فوسفاتيز والجاما جي تي او الجاما جلوتامايل. تعال نرجع للبي دي اف بقى. الليفر فانكشن ده شرح اللي انا قلته، يعني انا هقرا معاكم بقى الكلام. الاكسكريتوري فانكشن احنا ممكن نقيس يعني تقييم وظائف الكبد اكسكريتوري، وهنتكلم على الدلتا بيليروبين والتصنيع بقى البلازما بروتين والكواجوليشن فاكتور، وهنتكلم كمان على الانزيمات الانزيمز اللي هو الالكالين فوسفاتيز اللي يعليه والجاما جلوتامايل. ماشي، اول حاجه الوظائف الاخراجيه للكبد او الاكسكريتوري فانكشن. اكسكريتوري فانكشن هو بيكسكريت ايه؟ زي ما احنا قلنا بايل اسيدز وبيليروبين، تمام، بايل اسيدز وبايل سولت وبيليروبين. احنا بنعتمد على قياس البيليروبين اكتر اللي هو السيرم بيليروبين، تمام. وفي كمان حاجه اسمها اليورينري بايل بيجمنت، يعني دي عينه بول بقى، تمام، اللي هو الماده اللي اسمها ايه، الماده اللي اسمها اليوروبايلينوجين، دي صبغه بتنتج في الجسم بسبب تحول البيليروبين ليه، تمام، وده بفعل انزيمات البكتيريا اللي موجوده في القولون، مش الكونجيوجيتد بيليروبين ده بينزل بعد كده في الانتستين، في بكتيريا بقى عايشه في الانتستين بتقوم محوله البيليروبين ده ليوروبايلينوجين ويروح للدم بقى وينزل في اليورين. فاحنا ممكن نعتمد على تقييم الوظائف الاخراجيه بتاعت الكبد على تحليل البول، زي في الحاله دي قسنا صبغه في اليورين بايل بيجمنت اسمها يوروبايلينوجين، لو زايده يبقى معنى كده الراجل ده عنده مشكله في الكبد، تمام. طيب البايل اسيدز تمام والبيليروبين دي اهم حاجه. البيليروبين نوعين، انكونجيوجيتد ده اللي هو الاندايركت ده متشال على الالبيومين، الكونجيوجيتد ده بيمسك في ماده اسمها الجلوكيرونايد، تمام، الجلوكيرونايدز دي موجوده في الكبد وده نوت ووتر سوليبل لكن ده ووتر سوليبل فبينزل في اليورين، تمام، وده النوع اللي نزل في اليورين اللي هو الكونجيوجيتد في المريض. الكونجيوجيتد ده لو مسك في الالبيومين بقى اسمه دلتا بيليروبين. ايه هو الدلتا بيليروبين؟ هو عباره عن كونجيوجيتد بيليروبين كوفالنتلي باوند للالبيومين، ماسك في الالبيومين نون انزيماتيك، مش محتاج العمليه دي، بيمسكوا في بعض من غير انزيم ولا حاجه. طيب هو بيقول لك ادي جوندز ريزولفز، تمام، الدلتا فراكشن ده نوت فلترد في اليورين، ما بينزلش في اليورين، يعني مع تحسن الجوندس زي ما اديتكم مثال ان انا عندي حصوه في القناه المراريه وشلتها خلاص بالمنظار، تمام، البيليروبين تيستينج في اليورين مي بيكام نيجاتيف ان سبايت اوف هاي سيرم ليفل، تمام، يعني يفضل العيان تمام السيرم ليفل فيه عالي في حين ان اليورينري بيليروبين تيستينج بيبقى نيجاتيف، وده منطقي لان الدلتا بيليروبين ده ما بينزلش في اليورين، تمام، وده معنى ان المريض ابتدى يتحسن بس ستيل البيليروبين فيه عالي، ده معناه ان المريض ده عنده دلتا بيليروبين لانه بيطول في الدم بيوصل ل 14 يوم. اسباب الانكونجيوجيتد، تمام، ممكن الهيموليسيز، والمشكله الثانيه اللي هي جيلبرت اللي هو نقص الانزيم اللي اسمه الجلوكيرونايل ترانسفيريز او يو دي بي جي تي، ده اختصار الانزيم مش مهم تعرفوا اسمه، ان هو مرض الجيلبرت ونقص الانزيم المسؤول عن تحويل الانكونجيوجيتد لكونجيوجيتد، فبالتالي لو قل اللي هيزيد الانكونجيوجيتد. الكونجيوجيتد بقى بيبقى نتيجه لدامج للليفر او اوبستراكشن سواء انترا هيباتيك او اكسترا هيباتيك، وفي حالات وراثيه بتاثر على اخراج البيليروبين من الكبد اسمها ديوبين جونسون، تمام، مش مهم تعرفوه. طيب تاني حاجة تقييم بقى بعد ما قيمنا الوظائف الإخراجية، تقييم الوظائف
الصناعيه، كبد بيصنع بلازما بروتينز تحديدا الالبيون. في حالات الادفانسد هيباتيك افكشن، في حالات تاثر الكبد بشكل كبير نتيجه زي تليف في الكبد، الالبيومين بيقل في حين ان في بروتين تاني بيزيد اللي هو الجلوبيولين، فالنسبه ما بينهم بتتعكس. تمام، الاي جي ريشيو ماي بي ريفرسد اللي هو الالبيومين جلوبيولين، المفترض ان الطبيعي الالبيومين اكتر من الجلوبيولين، فالنسبه ما بينهم هتبقى اكتر من واحد، لكن في حالات الكبد الوحشه النسبه ما بينهم هتبقى اقل من واحد لان الجلوبيولين بيزيد على حساب الالبيوم. طيب الانزيماتيك تشينجز في الليفر ديزيزز بقى، تمام، في انزيمات، تمام، الانزيمات دي في بارينكيمال انزيمز اللي هي بتطلع من الهيباتوسايتس، تمام، اللي هي في مرحله البري اكتريك فيز اوف هيباتايتس. التهاب الكبد ده بيعدي بثلاث مراحل، مرحله ما قبل الصفراء اللي هو بيبقى عنده اعراض برد، تمام، زي ما قالوا في الحاله، وبعد كده يبتدي يصفر. اب في مرحله ما قبل الصفراء الاي ال تي والاي اس تي بيبتدوا يعلو جدا، ممكن يوصلوا 10 اضعاف الطبيعي، الابر ليميت نورمال، تمام، او الابر ريفرنس اكتر من اعلى من الابر ريفرنس ليميت ب 10 اضعاف، هي هنا واصله الافات في حين ان الطبيعي اربعينات، وبتفضل تزيد. بترجع طبيعي امتى؟ في خلال شهرين لثلاث شهور، بتتاخر. في بقى انزيمات تانية خاصة بالإكسكريتوري فانكشن، يعني أو خاصة بتطلع زي ما أنا قلت من الكولانجيوسايتس اللي هي بطانة القنوات المرارية، فلو في مشكلة في القنوات المرارية اللي هي تعتبر وظيفة إخراجية للكبد، تمام، هتلاقي الألكالين فوسفاتيز ممكن يزيد 3 أضعاف، تمام، في الأوبستراكتيف جوندس. الجاما جلوتاميل ترانسفيريز أو الجاما جي تي زي ما بيقولوا جي جي تي، ده بيزيد قوي في حالات التليف في الكبد، وبيزيد برضو في الكوليستيزس، هو خاص أكتر بالأوبستراكشن، يعني الاثنين دول بيزيدوا أكتر في حالات الأوبستراكشن في القنوات المرارية. الجاما جلوتاميل ترانسفيريز بيزيد كمان، بيتأثر ببعض الأدوية زي الألكحول والباربيتيوريتس. طيب البلاك كواجيوليشن فاكتورز، احنا قلنا ما عدا فاكتور 8 كل الكواجيوليشن فاكتور والفايبرينوليتك سيستم بتصنع في الكبد. بتلاقي ايه المشكله؟ هتلاقي ان المريض اللي عنده مشكله في الكبد بتلاقي عنده زياده في البروثرومبين تايم، وده بيعكس، تمام، ان الكبد عنده مشكله في تصنيع عوامل التجلط. طيب دي قصه ان البيلروبين بيخش الكبد بيتحول عن طريق الانزيم الى من بيلروبين عادي الى بيلروبين كونجيوجيتد جي. تاني عضو هنقيمه يا جماعه هو الاكيوت، تمام، بنكرياتايتس او البنكرياس، تمام، المريض اللي عنده التهاب حاد في البنكرياس، تمام، المريض اللي عنده التهاب حاد في البنكرياس، تمام، المريض ده على فكره دكاتره قصته ان الحصوه اللي كانت واقفه في القنوات المراريه نزلت تحت ووقفت في قناه البنكرياس، البنكرياتيك دكت، فسدت البنكرياتيك دكت فعملت له اكيوت بنكرياتايتس، وده اشهر سبب على فكره، يعني السبب برضو هو الحصوة اللي في القناة المرارية بس نزلت لتحت شوية ووقفت وسدت البنكرياتيك دكت. المريض ده، تمام، 40 سنة، هي ست ليدي جاية الامرجنسي ديبارتمنت، عندها ابدومينال بين سادن اونست وسيفير وديب وبيرثينج، وبيوجعها موجود في منطقة الليفت ابر كوادرانت والابيجاستريك، تمام، رادييتنج للباك، ده منظر الاكيوت بنكرياتايتس، يبقى ايبيجاستريك بين وفي الليفت هايبوكوندريم وضارب مسمع في ظهره او مسمع في ظهرها، هي بتقول كده. طيب بيزيد بايه؟ بيزيد بالفاتي ميل، هتلاقيه واكله محشي مثلا، تمام، فده مشهور يزود الم البنكرياس، وبيزيد كمان لما بتنام على ظهرها، بترتاح العيانه لما توطي، ده الوضع اللي بيريح. لما كشفنا عليها لقيناها ضغطها واطي ولو جريد فيفر وضربات القلب سريعه، تاكيكارديا وفلاشينج، وشكلها كده شوبد، شكلها يعني ايه، تمام، حالتها مش حلوه، تمام، وفي نقص في البرفيوجن او وصول الدم للانسجه. سحبنا عينه فينس بلاد، بنسحبها على انبوبه ناشفه او اديتا وبعتناها تتحلل، وكمان سحبنا عينه يورين، يعني سحبنا عينه دم وسحبنا عينه يورين. السيرم اميليز طلع عالي، انزيمات البنكرياس هم اتنين، اميليز ولايبيز. الاميليز ده نوت سبيسيفيك، بيزيد في حاجات تانية غير البنكرياس، تمام، لكن اللايبيز ده ذا موست سبيسيفيك، ده لو زاد يبقى معنى كده ان اللي عندك غالبا عنده اكيوت بنكرياتايتس. السيرم اميليز طلع 1000، ده رقم كبير جدا. اليورين اميليز طلع عالي، اللايبيز عالي،
صورة الدم فيها زيادة في كرات الدم البيضاء ليكوسايتوزس، وده منطقي، ما ده أكيوت بنكرياتيتس التهاب. الدهون بتبقى عالية، الدهون الثلاثية. الكالسيوم كان طالع 7/10، الطبيعي يا جماعة تمام 8.5 ل10 ميلي جرام بير ديسيليتر، هو طالع كام؟ 7/10. فالنتيجة غير منطقية، فعدوها the result was not logic، مش منطقية. ده زمان العيان ده ميت من زمان، مفيش حاجة اسمها عيان كالسيوم بتاعه 7/10. 7/10 ده اقل من 1، مستحيل. لما عدوها طلع 7، هي غالبا اتكتبت غلط يعني، وهم بيكتبوا التقرير كتبوه غلط، فطلع 7 ده ستيل قليل يعني، المفترض من 8.5 ل10، 7 قليل بس نتيجة منطقية، لان الكالسيوم بيقل في حالات الاكيوت بنكرياتيتس، هتعرفوا بعد كده ليه. في نوعين من الاميليز، اول انزيم معانا اللي هو الاميليز، في البي اميليز ده بتاع البنكرياس، وفي واحد تاني اسمه سليفري اميليز. البي اميليز هو ده اللي مور سنسيتيف ومور سبيسيفيك، وعموما الاميليز مش سبيسيفيك. التوتال اميليز تمام جريتر ذان 10 تايمز الابر نورمال تمام، او الابر ريفرنس ليميت تمام، ده يعتبر دايجنوستيك للاكيوت بنكرياتيتس. يعني زياده الاميليز 10 اضعاف الطبيعي، ده يعتبر تشخيص للبنكرياتيتس. طيب بس الموست سبيسيفيك، لما اجي اقول لك ايه الموست سبيسيفيك تقول لي اللايبيز هو ذا موست سبيسيفيك فور اكيوت بنكرياتيتس. التيومر ماركر او دلالات الاورام مهمه برضو، وبتيجي في الام اس كيو. ايه دلالات الاورام او ايه تعريفها وبنقيسها ازاي وبنستخدمها في ايه؟ نسمع عنها كتير، نقول لك ده احنا طلبنا له دلالات اورام، وهنعرف اشهر الدلالات دي، ومش كلها بس هنعرف اشهرها. ايه هي دلالات الاورام؟ دي مواد سبستانسز، ممكن تبقى بروتينات، ممكن تبقى كربوهيدرات، ممكن تبقى انزيمات، ممكن تبقى اي حاجه. هي مواد لو زايده، if increased، لو لقيتها زايده في الدم، ده معناه it may، هي مش بتشخص، it may suggest the presence of type of cancer. يعني زياده هذه الدلالات او هذه المواد في الدم، ده ممكن يديك تمام يعني يرشدك على نوع من الكانسر، بس ما اقولش ده خلاص انا شخصته بالتحليل ده، لا. طيب التحاليل دي بتتقاس ازاي؟ كواليتاتيف وكوانتيتاتيف، كميه يعني بوزيتيف او نيجاتيف، ده اللي هي كواليتاتيف. التحليل طلع الماده موجوده ولا مش موجوده، ده اسمه كواليتاتيف. كوانتيتاتيف يعني اشوف كميتها كمان كام، بطرق كيميائيه وايميونولوجيكال ومولكولار بيولوجي زي الإلايزا والكلام ده، عشان اشخص هل في السرطان ده موجود ولا لا. ممكن تبقى عاليه وما يكونش السرطان موجود عادي، هي مش حاجه دايجنوستيك تمام، هي سجست. طيب استخدامات التيومر ماركرز ايه؟ يعني في ناس سكريننج للجنرال بوبوليشن، يعني واحد كده ينفع مثلا الحكومه تيجي تقول انا هعمل دلالات اورام للشعب كله؟ لا طبعا تمام، ملهاش دور خالص، غاليه جدا تمام، ومفيش حد قال كده يعني، مش منطقي، ما بنعمل مش سكريننج تمام، مش سكر وضغط هو تمام. طيب الديفرنشال دايجنوزس في السيمتوماتيك انديفيديوال، مريض بيشتكي وجاي بكلينيكال ان هو مثلا بينهج تمام، هديكم مثال، مريض تمام بينهج وبيكح تمام، ده الكلينيكال بتاعه ونفسه سريع، وعملنا له اشعه تمام طلع فيه ماس موجوده في الشيست في الميدياستاينا، فشكنا ان هي سرطان يعني، الاشعه والكلينيكال ماشي ان هو غالبا مالجنسي، فممكن ساعتها نطلب تيومر ماركر. يبقى لو مريض بيشتكي الكلينيكال بتاعه ماشي، الكشف بتاعه ماشي ان هو ممكن يبقى مالجنسي، والاشعه ممكن تمام لقينا ماس او بتوح ان في ماس موجوده او قالت ان في ماس باينه في الميدياستاينا، ممكن ساعتها نطلب له تيومر ماركرز مثلا. طيب بنتابع بيه الامراض السرطانيه، بروجنوستيك انديكيتور، يعني مريض خلاص اتشخص ان هو عنده كانسر معين، اتابع بقى الكانسر ده بيزيد بيقل بايه؟ بالتيومر ماركرز دي، فده بروجنوستيك انديكيتور. متابعه العلاج، المريض ده اللي اتشخص ان هو عنده سرطان راح لدكتور اورام، بدا له علاج اشعاعي وعلاج كيماوي، فانا عايز اشوف استجابته للعلاج، او اشوف التيومر رد ولا لا، فبتابع بالتيومر ماركرز برضه. يبقى استخدامات التيومر ماركرز هي لا تستخدم لاغراض سكريننج خالص،
دي حاجة مهمة جدا وملهاش قيمة. الحاجة وما فيش حد قال كده، تمام، البحث العلمي ما قالش كده. الحاجة التانية شخص سيمتوماتيك ومعاه كلينيكال ومعاه راديولوجي ومعاه أشعة شاكين ان هو كانسر، ممكن نطلبها له. بنتابع الحاجات المهمة بقى، بروجنوستيك انديكيتور اتابع بيها الكورس بتاع المرض او السرطان، تمام، مسار السرطان بيزيد ولا بيقل ولا ايه الاخبار، وتابع تقييم العلاج، امونيتور الثيرابي، بدا علاج كيماوي او اشعاعي فانا عايز اقيمه، هقيمه برضو بالتيومر ماركرز. طيب التيومر ماركرز ايه اشهرها؟ انا عندي التيومر ماركرز دي احنا قلنا ان هي مواد، ممكن تبقى انزيمز، ممكن تبقى هرمونز، ممكن تبقى مواد موجوده في الفيتس اونكوفيتال انتيجنز، ممكن كارثينو امبريونيك انتيجن ده مينلي كربوهيدرات، ممكن كربوهيدرات ماركرز اخرى، تمام، اللي هي CA 15-3 و CA 125، ممكن تبقى بلاد جروب انتيجنز برضو، ممكن تبقى بروتينات، ممكن ريسبتور، ممكن جينيتك ماركر، الدلالات الاورام، ممكن تبقى اي حاجة. اول حاجة الانزيمات اللي هو ال LDH، ال LDH ده بيزيد في حاجات كتير جدا، يعني مش بس لقوه ان هو بيزيد في بعض السرطانات، بس مش معنى ان هو زيادته ان هو ده عنده سرطان. طب ما بيزيد في الهيموليسيس، تمام، بيزيد لو عنده جلطة في المخ، لكن لقوه بيزيد كمان في الكانسر ليفر، في النون هوجكن ليمفوما، في الاكيوت لوكيميا، سرطان الدم الحاد. دي مهمه. البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين او البي اس اي ده ماركر خاص بالبروستاتيك كانسر. في ماركر خاص بالسمول سيل لانج كانسر، نوع كده من سرطانات الرئه تاخدوه السنه الجايه اسمه سمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج، ده بيطلع هرمون اسمه الاي سي تي اتش، هرمون عادي اللي هو الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون اللي بيطلع من البيتيوتر، بيطلع برضو من الورم ده لو في ورم، فده دلالات هرمونيه، لقيت لو لقيت الماده دي زايده ده ممكن يشككني ان ده لانج كانسر. اونكوفيتال انتيجين، الاونكوفيتال انتيجين زي الالفا فيتو بروتين، الفا فيتو بروتين ده مهم جدا، بيجي ام سي كيو، ده مميز للليفر كانسر الهيباتوسيلولر، ومميز برضو النوع كده من الكانسرز بيجي في التستس في الرجاله اسمه نانسيمينوما، تمام. الكارسينو امبريونيك انتيجين ده بيزيد في حاجات كتير اللي هو السيا سي اي اي، بيزيد في الكانسر كولون واي كانسر على مستوى الجي اي تي واللنج والبريست. السي اي 15-3 ده مهم خاص بالبريست كانسر، سي اي 125 ده بالاوفيريان كانسر، سي اي 19-9 ده بنكرياتيك وكولوريكتال كانسر وكانسر كولون. طيب اخر حاجه في المحاضره يا جماعه اللي هو اللاب سامبلينج، العينه بقى. احنا في الحالات اللي احنا قلناها دي كلها لا خدنا عينه دم لا خدنا عينه بول، بس ممكن ناخد حاجات تانية. اول حاجه تعريف السامبل، يعني ايه عينه؟ كلمه سامبل يعني ايه؟ سامبل يعني بيولوجيكال ماتيريال تيكن فروم البيشنت، هي ماده عضويه بيولوجيه اتاخدت من مريض بهدف ان احنا نحللها. لهدف ايه؟ لهدف تشخيصي دياجنوستيك او متابعه بروجنوستيك او متابعه العلاج، تمام، متابعه المرض بروجنوزس او متابعه العلاج ثيرابيوتيك مونيتورنج. يبقى اللاب سامبلنج يعني ايه كلمه سامبل؟ سامبل معناها بيولوجيكال ماتيريال، ماده بيولوجيه حصلنا عليها من البيشنت بهدف تحليلها للتشخيص او لمتابعه العلاج ومتابعه المرض. السامبلز ممكن تبقى بلاد، يورين، فيسز، سويت، عرق، سيمن، تمام، تيشو، اي حاجه، اي حاجه ممكن تتحل. طيب نبتدي بالبلاد سامبل. البلاد سامبل هناخدها منين؟ ممكن اخدها ارتيريال او فينوس او كابيلاري، تمام، غالبا بناخدها فينوس، ممكن اخدها من اي فين على مستوى الابر ليمب او اللور ليمب. الاشهر طبعا هو الميديان كيوبيتال فين، تمام، اللي موجود ده البريفيرد سايت، بس ممكن اي فين. اهم حاجه ان احنا واحنا بنسحب العينه لازم البيشنت ارم يبقى اكستندد، ويا ريت لو سند على حاجه، ونتجنب البرولونج الترونيكي. قبل ما نسحب العينه لازم ننظف الاول المكان اللي بسحب منه اللي هو الفيني بانكشر سايت، المكان اللي هسحب منه العينه بكحول، تمام، واسيبه ينشف دقيقه كده ولا حاجه، ما انضفش بكحول واسحب على طول، لان ده هيعمل له ستينجنج سنسيشن او هيعمل له حرقان كده في ايده، وممكن كمان ياثر على العينه ويعمل هيموليسيس. الكحول اللي بيعمل هيموليسيس بيكسر عينه الدم. المزارع لو انا هسحب عينه بغرض بلاد كالشر بهدف مزرعه دم، دي بنعقم المنطقه، تمام، او بنعمل استرلايزيشن للمنطقه اللي هسحب منها بايودين بيود، تمام.
نتجنب دايما سحب العينه من الدراع اللي فيه كانيولا اوريدي او فيه انفكشن او فيه اديما او الدراع الخاص بيه. واحده كان عندها بريست كانسر. البريست كانسر يا جماعه دايما هتاخده في الجراحه تمام، العمليه بتاعته بيشيلوا البريست وبيشيلوا الليمف نودز اللي بتصرف الدراع اللي بتعمل درينج للدراع اللي هي الاكزيلاري ليمف نود، فغالبا الدراع ده بيبقى مورم فما تقس منه. يبقى افويد الارم اللي فيه سكارز اللي فيه هيماتوما تجمع دموي انفكشن تمام اللي بيحتوي اوريدي على كانيولا ركب في الدراع الثاني. السايد اوف ماستيكتومي اللي هو الناحيه اللي شالت فيها صدره، دي اشهر الموانع او دي الاماكن اللي ما نسحبش منها او ما نسحبش من الدراع دايما اللي فيه مشكله. ودايما المريض هيقول لك انا تلاقي تيجي تسال يعني دي كتير، اجي اركب حاجه في دراع مريض فايق وصاحي وكده كانيولا هسحب حاجه، هسحب عينه اي بي جي، هقيس ضغط، الاقي المريضه تقول لي لا يا دكتور انا ايه انا ده الدراع اللي ايه الخاص او ناحيه سرطان الثدي اللي كنت شايلاه، فتبعد عنه تقيس من الدراع التاني. عينه البول بقى اليورين سامبل، اليورين سامبل ممكن تبقى عينه عشوائيه في اي وقت وممكن تايمد الصبح في وقت معين وممكن تجميع بول في 24 ساعه اللي هو 24 يورين كوليكشن. دي انواع اليورين سامبل. طيب الاوت كام بتاع السامبل كوليكشن تمام ايه؟ تمام بعد ما اسحب العينه دي ايه توابعها؟ ممكن ديلي في الريبورتنج الريزلت، المعمل يتاخر في النتيجه يقعد يومين ما يجيبش النتيجه. طيب الحاجه الثانيه ان نيسيسري ريدرو او ريتست، يجي يطلب ان العينه تتسحب تاني تمام، دي برضو ممكن تحصل. الكاستمر ساتسفاكشن يقل، الزبون مش راضي او العيان نفسه تمام مش راضي او انجري اللي جه يسحب له العينه عوره تمام او العيان مات تمام ما لحقش يشوف النتيجه، دي حالات كتير في الرعايه بقى. او الكوست بيبقى في زياده في الكوست او انكوريكت دايجنوزس تمام اللي هو نتيجه التحليل طلعت غلط فبالتالي تشخيص غلط فبالتالي علاج غلط. دي الاوت كام بتاع السامبل كوليكشن، يعني دي النواتج او التوابع بتاع سحب العينه، مش مهمه قوي دي. المهم قوي تمام السبيسمن كواليتي اللي هو تقييم العينه بقى، العينه دي تنفع ولا ما تنفعش، وايه مشاكل العينات تمام. ممكن تبقى العينه سوري هتزوده هنا سي كلوتد، ممكن العينه تتجلط، ممكن العينه تتحلل، ممكن تبقى العينه قليله تمام بنسميها اندر فيلد، ودي يعني مزرعه الدم بتحتاج ان انت تسحب كميه دم تسحب لك 10 سم حلوين عشان تعمل مزرعه تمام. إيه لا انت سحبت 2 3 سم فهي اندر فيلد، او هي اوفر فيلد سحبت عينه اكبر من اللازم، او انكوركت ليبلنج او ان ليبلد سبيسمن. انكوركت ليبلنج يا دكاتره يعني المفترض لما بنسحب العينه بنكتب عليها اسم المريض، لا كتبنا اسم مريض غلط تمام علمناه غلط، يعني ضفت عليها حاجه غلط، هي المفترض تتسحب على الناشف انت ضفت عليها اديت رونج اديتيف ده بيأثر. انكوركت سبيسمن طلبنا عينه بول انت رحت سحبت عينه دم، طلبنا عينه بصاق طلبت انت بسبيوتم رحت عملت لنا عينه دم. لوست سامبل العينه ضاعت تمام، العينه كونتامينيتد اتلوثت، العينه اتسابت فتره طويله تو اولد فخلاص العينه لما بتتركن فتره طويله غالبا باظت. الانبوبه نفسها تمام بروكن تمام او الدم بيقع منها ليكنج، دي كلها مشاكل سحب العينات تمام اللي بيسموها الكواليتي بتاع العينه مسحوبه صح ولا لا، وده طبعا دور المعمل ودور الناس اللي شغاله في المعمل واللي بيسحبوا العينات تمام. شكرا يا دكاتره، دي بالنسبه لمحاضره الاورجان فانكشن تيستينج. سلام عليكم.